بدمع الشمعية بالصغرى معها كبرنا وعشنا أحلى أيامك كيدي بتتجي بتتلف من الدنيا فهمونا جديدي تاريخ الشمعية نحلى دمتنا نحلى قعدتنا ما تسمع كيد الشمعية في قدرتنا نحلى دمتنا نحلى قعدتنا ما تسمع كيد الشمعية في قدرتنا ليش تسأل وتسقسي عالبربريس ليك بيحكي على إطار تفاعل نادي الرياضة الصفاقسي مع محيطه وقربه من جماهيره وخاصة في المدارس الابتدائية واللي في أحواز صفاقس كان لينا مع اتصالات تونس عمل في الإطار هذا وفرنا قرابة 20 أورديناتور لثلاث مدارس مختلفة هيئنا قاعة إعلامية في المدارس هذه ووزعنا قرابة 400 مليون حتى معناتها نقرب أكثر للجماهير نادي الرياضة الصفاقسي في أحواز صفاقس وخاصة الصغار منهم حتى يقعد ديما بيتواصل مع الفريق نتاعو.